أقسم بالله العلي العظيم. عندما الخريج يؤدي القسم في حضرة أبي الفضل العباس كأنه يشهد المولى المقدس أبي الفضل العباس على ما يقول وعلى ما يلتزم به على نفسه. أن أراقب الله في مهنتي. أن تأدية القسم بهكذا مكان مقدس هو يعد قسم غليظ، وبالنتيجة يوعز ويدفع الإنسان أو الخريج أو الخريجة بالذات من الداخل إلى أن يلتزم بما هو مطلوب لخدمة الحياة بصورة عامة. وأن أثابر في طلب العلم، وأسخره في نفع الإنسان. فرحت لا توصف، تخرج بنتي يعني وين فرحان، هذا المكان العظيم. هذن الزينبيات الحقيقيات يعني. شكرا لله، شكرا لله ولرسوله وآل بيته الأطهار، شكرا لفاطمة الزهراء. يا رب أريدك تمشي البنات وتمشي بنتي على طريق الزينب، على طريق فاطمة الزهراء، بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، أن يستر عليكم. وإن شاء الله أهدي بنتي وجميع أولادي فداء لك يا صاحب الأمر والزمان، وإن شاء الله من المنتظرين. وما ورد في دعاء الحجة عجل الله تعالى فرجه في مفاتيح الجنان، اللهم ارزق نساء المسلمين والمسلمات أو المؤمنين والمؤمنات الحياء والعفة، والمرأة لها دور، هي نص المجتمع أو كل المجتمع. وأنا فخور بأن اتخرجت بين الحرمين الحسين والعباس عليهم السلام. يدخل السرور إلى قلب الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. هذا الأسلوب الناجح والراقي، وهذا أصل الثقافة العربية الدينية الإسلامية. بكيت والله بكيت من شفت العلامات تمهيد للإمام، فالحمد لله وشكر لأنه بناتنا ممهدات منتظرات مولانا صاحب العصر والزمان. احنا انا افتخر بان عندي بنيه زينبيه، افتخر. شعور لا يوصف من حيث تخرج البنيه، من حيث المكان المقدس، مكان الفداء والتضحيه، مكان كربلاء. فرحت كلش هوايه لان فرحوا بناتنا، وراح ان شاء الله ينبني جيل كلش جميل بهذه الخطوات الجميله المباركه ان شاء الله. نشكر العتبة العباسية والعتبة الحسينية لتوعية بناتنا وأولادنا. أدعو كل شيعة أمير المؤمنين وأدعو كل الإسلام أن يحذو حذو العتبة العباسية ويراقبوا أولادهم وخاصة بالتخرج. واقعا يعني واحد يهيج القلب لما يشاهد هكذا مناظر للطالبات المحجبات على هذا التنظيم وعلى هذه المشاركة. بارك الله فيكم، وإن شاء الله تكرر في السنوات القادمة هذه هكذا الفعاليات. وشكر خاص للعتبة العباسية، وشكر خاص للمقيمين لهذا المهرجان. كل الشكر والتقدير للعتبة ولكوادرها من أكبر واحد الأزرق واحد على هذا الحفل البهيج المنظم اللي يعني يفتخر به واحد. وشكرا للعتبة العباسية مرة أخرى. طبعا هاي رسالة عظيمة لكل خريجين العراق بصورة عامة، كليات العراق بصورة عامة، أن يحذو حذو هذه الذلة المؤمنة. وأجمل شيء أن يكون الإنسان في أنفاس حسينية، أنفاس إيمانية، أنفاس قرآنية، أنفاس عباسية، أنفاس يعني تعكس صورة العائلة العراقية والمجتمع العراقي الأصيل. أهدي تخرجي لمولاي صاحب العصر والزمان، ولأمي وأبي
ولجامعتي التي بذلت كل جهودها حتى أوصلتنا إلى هذا المقام وهذا المكان العظيم.